السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله أني نضحك غير محبة في الله، والله العظيم والله العظيم وقسما بالله العظيم نقسم أنا غير بالله، ما قسمت حاجة أخرى غير بالله جل جلاله. لا أني نضحك ونبتسم حب لله وحب للرسول صلى الله عليه وسلم. واحد الشخص دخل معايا في الاتصال هكا محبه في الله، راه في الجزائر، ما نقول لكم لا مرأة ولا راجل. المهم جي قال لي انا معصيه تاعي كبيره وكبيره وكبيره، انا ربي راك تصلي؟ قلت لي لا ما نصليش. قلت له نقول لك حاجه، قلت له روح توضى دروك تصلي والله العظيم. بدينا نهضروا ونتبادلوا في الدين شويه. الحمد لله هذا الانسان عنده شويه في راسه ما شاء الله، باين عنده حب، حب لله حب للرسول، بس كل كلام مني خرجه يدخل لي هنا في الودنين نقول سبحان الله ما شاء الله. هذا الشخص هذا الانسان قال لي درت معاصي بزاف، ربي يغفر لي. قلت له ودي ربي يغفر لك؟ قال لي ربي يغفر لي. قلت له والله العظيم لا ربي يغفر لك، هذا يقول لك على يقين ربي يغفر لي. قلت له قلت له تصلي؟ قال لي لا. قلت له شوف باش يغفر لك ابدا تصلي ديجا، باسكو ربي ماشي يسمع لك، باسكو الاتصال ما عندكش معاه. كيما انا درك تليفون انا نصور راكم تشوفوا فيا، كون عندي تليفون نصور كل شيء هاد الجوال ما تلجموش تشوفوني ومن بعد نديرها في الفيسبوك. هذا هو لو مويان دو كومونيكاسيون، هذا هو الوسيله تاع الاتصال. درك الوسيله الاتصال مع الله جل جلاله هي الصلاه. يا الله الرسول صلى الله عليه وسلم مرحله واحد قال له يا رسول الله عندي معصيه كبيره 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 كبيره، انا محال ربي يسمح لي. قال له كبيره على الارض؟ قال له كبيره على الارض. شوف شنو راه داير هذا. قال له كبيره على الاراضي؟ سمع. قال له كبيره على الاراضي. يا الله. قال له المعصيه تاعك كبيره على السماء؟ قال له كبيره على السماء. يا الله. قال له كبيره على السماوات السبع؟ قال له المعصيه تاعي كبيره على السماوات السبع. هذا شو راه داير؟ هذا واقيلا قتل امه ولا شي دار والعياذ بالله. هذا ماشي مغني ولا سطلة ولا هذا راه داير حاجه كبيره، راه متاكد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له المعصيه تاعك كبيره على سبع الاراضي وسبع السماوات. قال له نعم. قال له الويل لك. تخيلها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له المصيبه تاعك وهذه المعصيه كبيره على الله جل جلاله؟ قال له لا، الله اكبر، الله كبير. ما دام الله اكبر الله يسمح لك. اسمح لي اخي، الله يسامحنا ثم ينادينا ثم يغفر لنا ثم يرحمنا ثم يبدل سيئاتنا بحسناتنا ثم يدخلنا الجنة. يا الله هذه في عهد موسى عليه السلام. يا الله موسى نبي الله عليه السلام كان عندهم واحد المشكل تاع المطر، نادوا يصلوا 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 باش يطلبوا المطر من عند الله جل جلاله. المطر ما جاش. موسى هضر مع الله جل جلاله قال له يا موسى يا الله المطر ما جاش ورانا غير نصلوا، معناه الاتصال بيناتهم كاينه هي الصلاه. قال له عبد راه في وسطكم راه عاصيني، عليها ما عطيتكمش المطر. يا الله واحد راه عاصي بالجماعه وراه يصلي وما عطاهمش المطر الله جل جلاله. موسى هضر مع الجماعه قال لهم المطر ما جاش، واحد راه عاصي فينا، هذاك السيد اللي كان عاصي على بالك شنو دار؟ حط راسه وشم الغاشي، كشفه كشفه كبيره، باسكو يعرفوه انسان مولع خير ويدير صدقه ويدير، ولكن عاصي عنده خفيه تاعه ما علم بها غير الله جل جلاله. حط راسه ولا يقول له يا الله يا الله استرني من هذه الفضيحه، يا الله استرني يا ربي استمي يا ربي استمي استمي يا ربي استمي. كملوا الصلاة عاود النو صبت. موسى عليه السلام قال لله جل جلاله يا الله طلبنا طالب عنه ما شاتش، وقلت لنا واحد عاصي ودروك زدنا طلبنا وعطيت لنا النو، قول لي هذا اللي كان عاصي شكون هو؟ شكون هذا اللي كان عاصي؟ الله جاوب الله جل جلاله يا الله إن الله يحبنا. الله جل جلاله ماذا قال؟ قال سترته وهو عاصي
كيف تريد أن أكشفه وهو تاب ورجع إلي؟ يا الله، الأخ والأخت كونك على يقين. إذا ذهبت إلى الله جل جلاله مشيا يأتيك هرولة، كونك على يقين. كيف بعد على المعصية، المخدرات ولا الفحشة ولا أي حاجة تبعت عليها، وتخلي إبليس موراك وتروح لله جل جلاله، كونك على يقين مهما كبرت معصيتك إن الله غفور رحيم. يا الله، السلام عليكم. وهرم ديجي قسطينة نظروما، حفظكم الله ورعاكم، وصديقين في مصر إمام جديد، حفظك الله ورعاك، السلام عليكم.